السلام عليكم، رجعت معكم بفيديو جديد. ان شاء الله يلقاكم في احسن الاحوال. بالنسبه للفيديو ديال هذا النهار غادي يكون فطائر بعجينه الرغيفات. بالنسبه للمقادير كنحتاجو 200 غرام ديال السمنه الدقيقه، 300 غرام ديال الدقيق الابيض، نصف ملعقه من خميره الحلوى، ملعقه من خميره فوريه، شويه ديال الملحه، شويه ديال السكر، جوج معالق الزيت، ونص كاس ديال الزبده دايبه. كناخذوا اناء كنضيفوا عليه السميد، كذلك كنضيفوا عليه الدقيق الابيض. كنقصد بالسميد السميد الرقيق اللي كنقولوا له حنا الفينو. صافي، غادي نضيف هنايا جوج معالق ديال الزيت، كذلك غادي نضيف معلقة ديال السكر، وغادي نضيف خميرة الحلويات. صافي، وغادي نبدا كنعجن على ما تجمع العجينة. عاد غادي نضيف الملحة، كتشوفوا معايا هنايا، كنعجنوها بحال العجينة ديال المسمن. صافي، في هاد الأثناء غادي نقدر نزيد الملحة. صافي، غادي نعجنها وغادي نرجع معاكم ونخليكم مع الفيديو. هنا بعد ما كملت العجين دلكتها شويه، هنا غنحطها على سطح العمل وغنحاول نخليها شويه ديال الهواء قبل ما نخليها ترتاح. بهذه الطريقه صافي، غادي ندهنها بشويه ديال الزبده وغنخليها ترتاح تقريبا واحد 10 ديال الدقائق. هنا بعد ما ارتاحت العجينه شويه، كنجيب هنا بالجانب ديالي شويه ديال الموتزاريلا المبشوره او اي جبن متوفر، كذلك البصله الخضراء مقطعه صغيره، والسبانخ، كذلك دقيق الفينو. في هذه الاثناء غادي نبدا ندير كويرات صغار يكونوا متساويين. الطريقة بالنسبة للسبانخ، انا هنا ما طيبتهمش لان كي كنعرفوا دغيا كيطيبوا، فمن كديروهم كيجيو هما هذوك، كيطلقوش الماء، بالعكس كيجيو مزيانين. وكذلك بالنسبة للحشوة ممكن ديروا اي حاجة بغيتو، غير بالنسبة للجبن ما تكتروش باش يخلي الفطيرة انها تنفخ من الداخل. صافي، كنستمر في التشكيل ديالهم، كي كتشوفوا كنحاول نديرهم متساويين وغنخليهم يرتاحوا تقريبا واحد 10 دقائق على حسب درجة حرارة الجو. انا كان عندي البرد فماشي مشكل، خليتهم يرتاحوا شوية باش كيجيو ساهلين في الخدمة. هنا بعد ما ارتاحوا كي كتشوفوا معايا، صافي غادي نبدا نورق في الفطائر، وانا كندهن يدي بالزبده. كل ما دهنتو يديكم وورقتو العجينه ما كتقطعش نهائيا، كذلك كنضغطوا عليها غير بشويه باش كنضمنوا انها تنتفخ مزيان في الفرن.
ممكن تعمروهم باي حاجه بغيتو، كتبقى اختياريه. صافي كنستمر على هذه الطريقه، كندهنهم بالزبده وكنرش شويه ديال دقيق الفينو، عاد كنضيف الجبن والبصل وكذلك السبانخ كي غتشوفوا معايا في الفيديو. البصل ما كنكتوش بزاف، غير شويه، لان كل طيه كنديروا فيها شويه. حتى لي زيبينار كندير غير شويه حيت هادو غير صغارين. صافي هنا كنطوي، الا كانت الجهه الثانيه ما فيهاش بزاف كنزيد فيها، الا كان فيها صافي ما كنزيدش كنطويها. بحال هنا عندي صافي ما غنكتفي بهذا القدر. صافي وفي الوسط عاود كندير نفس الطريقه، كنزيد شويه ديال البصل وكذلك كنزيد شويه ديال الفرماج. صافي وغنطويها. وغنحاول نشكلها على شكل دائرة، غنجمع الجناب. صافي وغنخليها ترتاح. وبنفس الطريقة غنكمل. طريقة سهلة بزاف، النتيجة كتكون زوينة. صافي بنفس الطريقة كنكمل حتى كنساليهم كاملين. هنايا بعد ما ساليت الفطائر ديالي كاملين او الرغيفات، صافي كنبقى كنتكى عليهم هكا. حاولوا تخليهم ماشي غلاض وماشي رقاق بزاف، يعني متوسطين باش ما كيجيوكمش غلاض من الداخل. صافي كنضغطوا عليهم كي كتشوفوا معايا هنا، و كنحاولوا ما امكن نقادو الجناب الا كان شي جنب شويه كنستمروا هكا. كنكونوا سخنا الفرن على درجة حرارة متوسطة.
بحال غنطيبوا الخبز غير غنقصوا شويه على الخبز. صافي كان عندي هنايا صفر بيضه وشويه ديال الحليب، كنخلطهم مزيان وكندهن الوجه ديال الفطائر. حتى كنساليهم كاملين وكناخذ جبن الموتزاريلا كنديرو في الوجه صافي، وكندخلوها الفرن ونتلاقى معكم مع الشكل النهائي. بغيت نوريها لكم في الفرن كيفاش كتنفخ، وكذلك هذاك الجبن كيدوب. وكان هذا هو الشكل النهائي ديال الفطائر ديالنا او الرغيفات معمرين، كيجيو غزالين. كنتمنى تجربوهم وكنتمنى تخليو لي تعليق واشتراك في القناة. ان شاء الله نلقاكم في ذوق جديد. مع السلامة. Thank you.